مرحبا برج الجوزاء، أهلا فيكم. راح أسوي لكم التوقعات الأسبوعية للأسبوعين القادمين من تاريخ اليوم. راح ننظر فيها نظرة عامة على الصعيد العملي، المهني، القانوني، الصحي أو أي أمور ثانية، حتى الصعيد العاطفي إذا لقينا في أي رسالة راح أشوفها لكم. أوكي، القراءة راح تكون حق الشمسي، الطالع والقمري. دائما الأولوية للشمسي، إلا إذا ما انطبق معاك توجه إلى القمر أو الطالع. أوكي، راح أشوف لكم ما هي الرسائل اللي بانتظاركم الأسبوعين القادمين أو الطاقة المتوفرة. الزاهد يبحث عن النجمة، ولكن ما أدري ليش أحس إن أنتوا لقيتوا النجمة، ولكن الحين أنتوا في مرحلة تفكير قاعدين تقيمون ما هو أفضل استثمار للنجمة. هل حصلتوا على ورد، موافقة، تصريح للبدء في شيء كنتم من زمان مخططين له؟ بالضبط، في الأسابيع القادمة ستأتيك موافقة أو تشجيع، تصريح على أن تتوجه في الجانب اللي أنت كنت دائما حاط عينك عليه، في مشروع، ترقية، شهادة معينة أن درست لها دائما كنت حاط عينك عليها، ولكن في الفترة القادمة ستلاقيها. يعني احتمال أنك تتخرج، تنجح، وأيضا تلاقي فرصة مثل اللي نافذة، مو باب. أنا عندنا الخماسي الصغير، راح تلاقي نافذة، مخرج غير مدخل غير مباشر للموضوع اللي أنت تحلم فيه، ولكن في النهاية مدخل إذا نجحت في الدخول إلى المحيط هذا. عشر الخماسيات، لما نشوف شيء بسيط مثل الخماسي الصغير هو اللي يؤدي بنا إلى عشر الخماسيات، مرحلة اكتمال السعادة، الرخاء، الأموال، وحتى الدخل المريح يكون عندنا في حياتنا. معناتها يا برج الجوزاء بداياتك ستكون صغيرة، نعم، بخطوات بسيطة، أيوة، ولكن هني يقول لي البركة في القليل. القليل هذا اللي الأشخاص الثانيين أو حتى أنت تستصغره في عين نفسك، احتمال نجحت فقط في امتحان واحد، حصلت على ترقية بسيطة، ولكن أنت على الطريق الصحيح. هذا اللي قاعد أسمع لك، أنت على الطريق الصحيح من أجل الوجهة اللي حطها في بالك. أنت مخفي كأنك على الناس حلم كبير عندك إياه من زمان يراودك، ولكن الخطوات اللي لازم تأخذها هي خطوات عملية صغيرة يوميا. تبدأ بتركيزك على عملك، على دراستك، تجارتك، يوم بيوم يوم بيوم، لحد ما تستيقظ يوم من الأيام تلاقي نفسك وصلت إلى عشر الخماسيات بدون أن تركز، بدون أن تكون يعني لحوح. راح تستيقظ يوم من الأيام من بعد الكثير طبعا من الجهد اللي تستثمره في هاي الطريق، راح تلاقي أنه وصلت من دون أن تبحث. لأن عندنا أول شيء كرت الزاهد الذي يبحث، هنا يقول لك لا تبحث، ركز على جهودك اليومية في هذا المجال. عندنا أيضا تسع الخماسيات من بعد عشر الخماسيات، ما أدري ليش بس أحس إن في شخص في حياتك. أوكي، زواج، ابن راح يكون في الطريق، ذرية. هم انت هني راح تكون بالعكس، هني أشوفك أعزب، راح تستطيع لوحدك أن تحقق لنفسك الرخاء، ولكن لأن هذين الأشخاص راح يدخلون في حياتك، الزوجة، الأبناء، هم اللي راح يأخذون من رخائك هذا كله شيء بسيط، خماسي واحد فقط، ولكن ستظل في المرحلة الجميلة، في مرحلة الرخاء، مرحلة أنا أملك كل شيء. واحتمال أيضا في نفس الوقت أن أنت يا برج الجوزاء بعد فترة راح تصبح مستعد لأن ترتبط، لأن عندك العشرة، وصلت النضوج للارتباط، حققت، استوفيت الشروط، الأموال عندك، الأخلاق عندك، النضوج العاطفي عندك، ولكن ما أدري ليش لسبب ما
أنت تحاول أن تبقى أعزب، تظهر للناس أن أنت 9 مو 10. في شيء ناقص عندك لحد الآن ما حققته، لحد الآن أنت الدورة. من أجل ذلك لا أريد الارتباط، ولكن في حقيقة الموضوع أنت في الحالتين قادر على الارتباط. نشوف شنو في رسائل ثانية لك في هذا المجال. 3 الخماسيات. في أحد في محيط عملك راح يحاول أن يشغلك، هو يرى قيمتك. برج الجوزاء من أفضل الأبراج في استلام المشاريع والعمل على المشاريع. هذا الشخص اللي فوقك، مدير، صاحب منصب أعلى أو مشرف عليك، راح يرى، أو حتى احتمال الشخص اللي أنت قاعد تحاول أن تقوم معه ببعض الأعمال التجارية، سيرى قيمتك، مو قيمتك المالية، قيمة إنجازاتك. راح يرى أنك شخص تستحق أن يستثمر فيك. شلون راح يستثمر فيك؟ هل سيعطيك الأموال؟ احتمال، ولكن أشوفه هني أن راح يعطيك المزيد من المشاريع. إذا كنت بانتظار أشخاص يوظفونك فترة جدا ممتازة في محيط العمل، المدراء دائما راح في الفترة القادمة يلفظون اسمك وينادون اسمك، يريدونك أنت أن تكون المترأس والمشرف على مشاريعهم القادمة. عندهم ثقة عمياء فيك، في جودة عملك، في حرفيتك في عملك، عندهم ثقة بغض النظر عن المجال اللي أنت فيه. برج الجوزاء في الفترة القادمة أنت مبدع وأتقنت حرفتك. عندما يسأل المدراء أو الأشخاص اللي يتعاملون معك في محيطك من الأفضل، راح تكون أنت. احتمال أيضا قلت لك خطواتك لهاي الرحلة راح تبدأ بخطوات صغيرة، بيبي سيبس، خطوات الطفل الرضيع، ولكن تمالك نفسك، كن صبور، كن قوي. احنا ترى ما نحتاج خطوة قوة عشان نقوم بالخطوات الكبيرة في حياتنا، نحتاج القوة من أجل القيام بالأعمال الروتينية المملة. لأن لسبب ما الأعمال الروتينية المملة اللي يطلبها منك الآخرون، الأهل، المحيط، المدراء، شركائك في العمل، هي اللي راح توصلك للي في بالك عزيزي. فعليك التحمل، روض الأسد اللي في داخلك، مطلوب منك التحمل. تحت 10 الخماسيات عندنا كرت الساحر. راح أوضح 9 الخماسيات عشان نشوف بالضبط. ما أدري ليش يا برج الجوزاء أحسك في الفترة القادمة عندكم سيناريوهين. البعض منكم قلت لكم دائما القراءة تكون عكسية على حسب الجوزاء اللي قاعد يشاهدني، امرأة ولا رجل. السيناريو الأول، برج الجوزاء أشوفه خصوصا إذا كان رجل سيحاول أن يخفي عنده، قلت لكم من 10 يحاول يسوي نفسه 9، يحاول أن يخفي أنه هو وصل إلى النضوج المالي، حقق إنجازات مالية ممتازة، وصل إلى النضوج أنه يستطيع أن يرتبط. راح يتجنب بكل الطرق الارتباط، يتجنبها بطريق أن يتحجج أو يتعذر بالأموال. أموال موجودة بس يتعذر بها، يتعذر بالغصن، ما عنده وقت، يتعذر بالسيف، يقول لك حاليا أنا ما أفكر بالزواج، يتعذر بالكوب، التقيت بالشخص ولكن ما عندي مشاعر. أوكي، كل الأسباب راح يحاول أن يلعب عليها. أشوف هنا الساحر متلاعب. أوكي، هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة أرى أنها بالعكس، عكس رجل الجوزاء في الفترة القادمة، راح تحاول أن تقول شوفوني أنا أملك كل اللي أنتوا تطلبونه، كل اللي في بالكم، عشان أأسس حياة زوجية، عشان أكون حبيبة ممتازة، عشان أكون زوجة سعيدة، أقدر أسعد نفسي وأسعد الشخص الآخر. راح تعلن أنك أعزب 9 الخماسيات، راح تعلنين أنك عزباء للأشخاص، وتحاولين بشتى الطرق أن تبينين في وجهة نظر المجتمع عشان يقع عليك الاختيار من أجل الارتباط. دائما اعكس القراءة بما يناسب جانبكم. رح أنظر إلى جانب آخر ممكن يكون صحي، عاطفي،
أو حتى قانوني. نشوف شنو يطلع لكم في الرسائل الباقية. أوكي. ملك الأغصان، دائما أحس أن هذا الملك إذا كان موجود عند برج الجوزاء يحب أن يتحكم فيهم، يقننهم، يضعهم في علبة ويخبرهم كيف يتصرفون. أوكي. وإن كان لا يملك الحق عليك أو لا يملك السلطة عليك، ولكن لسبب ما هو دائما يحب أن يتدخل. راح تسحب عليه في الفترة القادمة طاقتك الطبيعية ملكة السيوف، ولكن ملكة السيوف دائما ترمز إلى العنف، أو ستقطعه أو ستخبره بطريقة جافة. أوكي. إن أنت مالك حق عندي، مالك حق في أن تخبرني ماذا أعمل في حياتي. ولكن أشوفها هنا دبلوماسية، ستحاول أن تصل إلى تسوية يا برج الجوزاء مع هذا الشخص اللي في حياتك يحاول دائما أن يتحكم بك أو يخيفك أو يشكك. لا تنسى أنك متوجه إلى الرخاء، يشكك في خطواتك، دائما يحب أن يشرف عليك كأن أنت طفل صغير. أوكي. أنت تتعامل معه بحرفية كما في محيطك المهني، راح تكون معه جدا محترف، تحاول أن تهدي مخاوفه. نادرا ما أرى ملكة السيوف إنسانة منطقية مستعدة أنها تناقش، بالعادة هي دائما تكون مستعدة أن تستخدم سيفها، ولكن لحسن الحظ لكم أنتوا راح تكون جدا دبلوماسية. 4 بالضبط، 4 الأغصان. أنت مو همك هذا الشخص، أنت مو في بالك أبدا هذا الشخص، ممكن يكون أب، صديق، زوج، زوج سابق، ما يهمك ماذا يقول وما يهمك شلون يواجهك. تدري ليش في الفترة القادمة؟ لأن عينك على أربع الأغصان، عينك على الحلم اللي ابتديت تشوف نتائجه في الواقع، ابتديت تبنيه، ابتديت تحط له حجر الأساس. أهم هني أشوف ملكة السيوف قاعدة توازن قرارين، القرار الأول أن تستثمر طاقتها وجهدها أن تدخل في حرب مع هذا الشخص أو تواجهه بعنف أو تخلق مشاكل معه، ولكن راح تنظر إلى الجانب الآخر، ترى أن عندها عش جميل. لا تنسى الطير، أغصان وطير، عندها عش جميل ابتدت توها من بعد جهود كبيرة ترى فيه الحياة، الازدهار. ما راح تدير بال، والنصيحة لك أن لا تدير بال للأشخاص اللي يحاولون أن يحبطونك، ودائما عينك على الجائزة، عينك على الهدف، عشان ما تفقد تركيزك وتوازنك. 4 توازن. أوكي. آخر كرت أشوفه لكم السيف، لأن هذه هي الحقيقة. ولكن ملكة السيوف ما راح تنسى، قلت لك ملكة السيوف دائما مستعدة أن تستخدم سيفها، ما راح تنسى موقف ملك الأغصان معاها. مهما كان هذا الشخص، أنت تعرف من هو في حياتك. ملكة السيوف راح تظل، وهذا طبعك يا برج الجوزاء، احتمال أنك تؤجل المواجهة، ولكن لا تنساها، ستؤجل حاليا. أوكي. راح تطبطب على هاي الوضع، ولكن في يوم من الأيام عندما تصل للعشر خماسيات اللي رويتك إياها راح تكون في حياتك إن شاء الله في المستقبل، راح تسحب السيف على هذا الشخص، راح كأنما تحرقه أو تواجهه من غير مواجهة، راح تحاول أنك تقهره، ترجع له وحدة بوحدة، ولكن في الوقت المناسب. دام أن هذا الشيء أو هذا التصرف ما راح يأثر على حياتك والنتائج اللي تحققها، على راحتك. ولكن دائما أشوف أن هني في النهاية راح تميل أنك تنتقم، مو تسامح. آخر نصيحة لبرج الجوزاء للفترة القادمة، عندنا Ask for help. What do you really need? اسأل الآخرين من أجل أن يساعدوك، ماذا تحتاج؟
be willing to accept support. كن مستعد من أجل من أجل استلام أوكي العون من الآخرين. لما إحنا نكابر، ما أدري ليش هني قاعدة أشوف ملكة السيوف، لما إحنا نكابر نقول ما نحتاج مساعدتكم، مع إن في الفترة القادمة يا برج الجوزاء فعلا لديك الكثير على من المهام على طبقك الخاص. لا تنسى عندك الخماسي الصغير وأيضا ثلاث الخماسيات، يعني راح تكون تعمل بجهود في كل الاتجاهات عشان تصل إلى عشر الخماسيات اللي في بالك. فإذا في أي شيء استصعب عليك، تحس أن زاد الأمر عن طاقتك وعن تحملك، لا ترفض، لا تحزن، لا تنسحب، ولكن اسأل الآخرين من أجل أن يساعدونك، وإن كان هذا من غير طبعك، لأن في النهاية لا تنسى من القراءة دائما الآخرين يعتمدون عليك وعلى جهودك الخاصة. ولكن ما بين تفكيرك في حياتك وتحقيق أحلامك، وما بين ما يطلبه منك الآخرين في محيطك في العمل، راح تكون شوية مشغول ومشتت. فأبدا لا تنسى أو لا تخجل من أن تسأل الآخرين من أجل المساعدة. 1+4=5، 5 هو رقم بالنسبة لي، 5 هو مرحلة انتقالية. لا تنسى كارت 5 المشردين، مرحلة انتقالية، وصلنا إلى 5. إما نلعب الموضوع صح، نخطط صح، نتصرف صح، نصل من 5 سنصل بهدوء إلى 10، أو نكابر، نخاف، ننسحب، من 5 نصل مرة ثانية، نرجع إلى 0. فهي مرحلة جدا تستدعي منك التصرف الصحيح الدبلوماسي. شكرا عزيزي.